اولا بعدا محمد ايت الحسن من دوار ايت وحمان، واحد من السكان ديال المنطقه. الحمد لله بعدا على هذا الطريق هذه اللي فكت واحد العزله على السكان ديال المنطقه. طريق في المستوى صراحه، غير المشكل ديالها هو البلايك ما كاينينش. البلايك مازالهمش هاد الناس اللي صايبوا لنا الطريق، مشكورين. كاين بعض الناس اللي ماشي من اهل المنطقه واللي ما عارفينش بالضبط هاد المنطقه هذه، كيجيو شويه كيتفاجئوا ببعض المنعرجات الخطيره. نتمنوا ان شاء الله البلايك يديروا في اقرب وقت باش ما يكونش هناك حوادث في الطريق، اللي هي صراحه طريق جيده جدا وفي المستوى، فرحوا بها الناس ديال السكينه. فقط اللي كيخصها كما قلنا هما على العلامات في الطريق. شحال ديال المده هذه باش سالها هاد الطريق؟ تقريبا هذه واحد 9 شهور حتى 10 شهور باش تفينا هذا الطريق، ومازال ما وصلوناش هذا البلايك في الطريق. والرساله ديالك للمسؤولين؟ نتمنى في اقرب وقت ان شاء الله جميع المسؤولين اللي كانوا ساهرين على انجاز هذا الطريق مشكورين بعدا، ونتمنى في اقرب وقت ان شاء الله يخدموا على هذا المشكل اللي كاين في هذا الطريق هذا. السلام عليكم، انا راه ابراهيم دوار بيغريزن، يعني رحيم زدا بيغريزن. انا تسوق في المشكل البلايك اللي في كل ساول الاخوان غرس. الحمد لله نتشكر الجهه اللي تكلفنا غرس هذا، غرس فولكي تبارك الله. ولكن المشكل اللي كيسير لنا البلايك اللي كيسير بعض الفيراجات، نقول لك كيسير غير دخل المناسبه العيد اللي خدمش كاس بازيرت البلايك ورلانت. نتمنى في الجهه المسؤوله يخسوري تقام الخدمه تذكر الكارانتي خو غرساد البلايك هاد تيوسكيرنت. البلايك كانت مهمين خصوصا خل اقرب نو دوار، تلعب الدري في مزيكين ختاما نو دوار يقرا حديد السرعه يوري لا التصوير. نتمنى المسؤولين البلايك هذا دايرين تعلم قريب ان شاء الله. نتشكر اول نون ناخذ صوتكم. السلام عليكم، حنا يلا طلعنا من هذا الطريق ديال 1900 اللي كتربط بين هلاله وامترغان، وكنشكروا هاد الناس اللي صايبوا هاد الطريق. ولكن المشكل ديال التشوير راه باقي، راه العلامات ما كاينينش ديال الطريق، وكاينين الفيراجات، كاين الفيراجات صعاب، والله يحفظ راه تقدر توقع فيه شي حاجه. وكنتمنى من المسؤولين انهم يشوفوا هاد البادره هادي ويديروا لنا العلامات ديال التشوير في هاد الطريق، ويديروا البلايك ديال الدراري. راه كيلعبوا هنا الكره في العشيه وسميجو، ودابا راه البلاد راه عامره، راه فيها الدراري الصغار. ونتمنوا من المسؤولين انهم يديروا شي حل لهذا الشيء ديال البلايك في الطريق.